مرحبا. عم نلاحظ بالفترة الأخيرة انتشار كبير للفيروسات بلبنان، غريب، حساسية، انفلونزا، صفيرة، كوليرا، ما بعرف كورونا إذا بعدها موجودة أو لا، وغيرها وغيرها. وجع راس وزلعيم واختفاء صوت وأمراض وعوارض بتبلش ما بقى تخلص. شو أسبابها وشو سر سرعة انتشارها وقوتها وشو ضررها على الجهاز التنفسي؟ وهل صحيح هناك ارتفاع بأعداد الأمراض السرطانية؟ هالأسئلة وغيرها رح نطرحها اليوم بحلقتنا من كلينيك على ضيفنا مدير مستشفى نبطي الحكومي الدكتور حسن وزني، اختصاصي بالطب العام. وكمان فيني أقول أنه فيكم تتابعونا على السوشيال ميديا الخاص بصوت لبنان Voice of Lebanon 100.5 على الابليكيشن وعلى vdl.me. دكتور حسن، نرحب فيك بصوت لبنان. Thank you. اختصاصي بالطب الداخلي. اختصاصي بالطب الداخلي. يعني الطب العام يعني مثل بعضها، بس طب الداخلي وأمراض الشرايين. يعني. اختصاصي بالطب العام. طب الداخلي. بعدني عم بغلط فيها. انتشار الفيروسات وتأثيرها على الجهاز الهضمي، وعم نلاحظ بهالفترة انتشارها الكبير بلبنان. الحقيقة أندريا، أنت يعني فايتين على موضوع كتير كبير، هو موضوع الفيروسات. الفيروس هن طبعا بالالاف والملايين، يعني والملايين عدد الفيروسات اللي موجوده على الكره الارضيه. طبعا الفيروس هو مولكيول بقلبه، في او دي ان اي او ار ان اي، بس يعني ما له نواه، ما له خليه، وهو بيعيش بس بقلب الخلايا الحيه، سواء كانت للبشر او للحيوانات او للنبات، حتى يعني موجود هو بحاجة يكون في خلايا حية تحت يعيش بقلبه، وبتكاثر بقلبه وبتزايد هونيك. والفيروسات بتتطور وبتطور حالها وبتغير البروتين او المحيط بالنيوكليوتيد اللي عندها، يلي دي ان اي او ار ان اي، حسب اي الفيروس اذا كان دي ان اي او ار ان اي. هولي الفيروسات بهذا العدد طبعا بيصيبوا الجسم وعايشين وبيتداخلوا وبيتكاتروا بشكل كبير وبينتقلوا من شخص لتاني، اوقات حتى من شفنا بعض الحالات من حيوان لانسان. وبهذا الموضوع هلا تكاثر الفيروسات بهذه الفتره هو دائما كان موجود الفيروس، وكنا دائما نصاب فيه بمواسم معينة وحتى بغير مواسم، هلا يعني بكل المواسم، سواء كان على مستوى الجهاز التنفسي أو على مستوى الجهاز الهضمي أو الكبد أو باقي أعضاء الجسم، كلها معرضة أنه تنصاب بهذا. هلا مرحلة الكورونا أو الكوفيد 19 سلطت الضوء أكثر، صارت العالم يعني الموضوع صار أكثر هو له مطروح بين العالم، انه شو هذا الفيروس، شو الكوفيد 19، لانه شدنا بانديميك بهذه الفتره، وادت انه لا يكون في هذا الانتشار والعلم والاسئله الناس عن هذا الموضوع. بموضوع السي دي سي، يعني السي دي سي شو اسمه، السنتر فور ديزيز وكنترول، شاف بهذه الفترة في تزايد لأنواع من الفيروسات اللي بتعمل مثل ما عم تحكي، مثل ما حكيت حضرتك بالمقدمة عن الريسبيراتوري، يعني عن الأعراض وإصابة الجهاز التنفسي. هلا أكيد في عنا الكمن هن اللي موجودين الكورونا، يعني الفيروسات التاجية اللي الكورونا منهم اجت، الكوفيد 19 منهم، يعني مثل السارس، وعندنا فيهم الادينو فيروس والبارا انفلونزا، وعندنا النوفا فيروس والروتا فيروس. هولي النوفا والروتا كمان بيعملوا اعراض غير الاعراض التنفسيه، ممكن يعملوا او بيعملوا اعراض على الجهاز الهضمي، اسهال واستفراغ، فوميتينج و دايريا.
بالإضافة للأعراض التنفسية اللي بيعملوها يلي هن سعلة الرانينوز، الاحتئان الأنف والحرارة والتعب الجسدي، الميالجيا بشكل عام. الصوت بيروح والصوت بيضرب الحنجرة، بيعمل احتئان فيها، ويعني هودي الأعراض اللي هي متعرفة. السيدسي بيّن كمان أنه في واحد شيء 20% بالبي سي آر تقريبا 20% من الإحصائيات هن في فيروس ال اتش ام بي في، يعني الهيومن ميتا بنومو فيروس، لقوا في 20% من بهذه الفترة، خصوصا شهر آذار اللي مرق بأمريكا، في 20% من الأعراض اللي من المرضى اللي أصيبوا بهذه الأعراض التنفسية 20% هن مصابين بهذا الفيروس بالبي سي آر. طبعا الفيروس تعمل له بي سي آر تتعمل له ديتكشن. هذا بيعمل بالإضافة للأعراض اللي نحن حكينا عنها بالمقدمة اللي هي الحرارة والتعب والرانينوز، وده بيعمل ممكن يعمل برونكايتس يعني التهاب بالعصبات، أو ممكن يعمل التهاب رئة نومونيا، التهاب رئة وبيعمل ضيق نفس نومونيا، بيعمل نومونيا كمان، وممكن يؤدي بحالات صعبة إذا عند مرضى عندهم إيمينو كومبرومايز، يعني إذا وضع المناعة عندهم ضعيف ممكن يؤدي لوفاة بالإصابة بهذا الفيروس. كل هون عم تعددهم عوارضهم وحدة تقريبا أو 90% متشابهة. متشابهة. كيف فينا نفرق بين الفيروس الخطير وأنه فيروس أبو يومين ثلاثة وبيقطع؟ بالحقيقة هلا عادة الفلو العاديين اللي هن الإنفلونزا عودي بيقعدوا فترة قصيرة، طبعا هو اللي أغلب الأحيان بنكون عاملين لهم الفاكسين يلي السنوي اللي بينعمل، يلي هو الطريقة الأكثر تجنبا للإصابة أو اللي بتقلل أو بتخفف من الإصابة، هو الفاكسين اللي بنعمله مرة بالسنة بفترة بالمرحلة يعني ما قبل بدء الالتهابات بالفيروس. هلا تتعرف تنفرق بيناتهم ما في كتير، يعني في فيروسات الكامن معروفين سهلين 4-5 أيام 3 أيام بيقطعوا، في فيروسات بتطول أكتر، بس من الأعراض هن الأعراض متشابهة دايما، وممكن حتى الفيروسات السهلة البسيطة تعمل كمان أعراض قوية حسب جسم ال. ما بقى نلاحظ أعراض خفيفة بالإجمال، هل خفت المناعة عند اللبنانيين إذا بدك جراء بعد كوفيد وبالجاي، هل قشطت المناعة فعليا عند اللبنانيين؟ لأنه كنا متبعدين، كنا في كمامات، كنا محجورين على شي سنتين، بعدين بلشنا شوي شوي نختلط، هل المناعة بتأثر هي اللي مأثرة على قوة الفيروس مهما كان، حتى الجريب العادي ما عم يجي عادي بقى؟ فترة لا ما فينا نحكي عن انه هبوط المناعة عند شعب عند اللبنانيين، هبوط مناعة جماعي، هبوط مناعة جماعي ما في منها، لا في اشخاص عندهم مناعة اضعف من التاني حسب الاعراض، وهلا بنحكي في عوامل اضافية ممكن بتأدي لانه يكون الفيروس تأثيره على جسمنا اقوى. هلا طبعا احنا بفترة الكورونا الكوفيد 19 بهذه الفترة إذا لاحظنا وكلكم لاحظتوا أنه الأمراض التنفسية والالتهابات العدوى والإنتانات الإنفكشن بهذا الفيروس أو على خفت نتيجة للوقاية اللي انعملت، ونتيجة للتباعد يلي هو حصل، ونتيجة للنظافة اللي عملناها بالتوصيات اللي كانت بهذه الفترة، والماسك اللي هو الكفر اللي عم نغطي الأماكن اللي ممكن يظهر منها الفيروس أو يفوت عليها الفيروس،
يعني هول أدت لأنه انخفاض بشكل كتير كبير وصار كتير قليل، يعني أنه بهذه الفترة في هذا ظلت موجودة حكما، بس أنه صار في هبوط أو انخفاض بمعدل الالتهابات أو الإصابة بهذا بأمراض الفيروسية التنفسية. هلأ عم بتطول أكتر أو عم بيكون شدتها أكتر، ممكن هلأ في هول الفيروسات اللي حكينا عنهم الـ HMPV والسارس هول هني قوية بحد ذاتهم، يعني أقوى شدتهم وهني موجودين هلأ. حتى بلندن كنت عم بشوف شغل امبارح انه الانفلونزا A والبي والRSV والرينو فيروس والبارا انفلونزا والأدينو فيروس، هودي ستة لقوهم بكمان معهد ببريطانيا، لقى انه بهذه الفترة كمان في هودي الفيروسات هن الأكثر أكتف هلأ كانوا بهذه الفترة. هلأ عنا بلبنان بشكل خاص، طبعا مناعة مثل ما حكيت انت عن المناعة هذا الشيء مهم، حتى وان كانت مناعتنا هي طبيعية، يعني واحد منه مصاب بامراض مزمنة، ما عنده امراض اورام سرطانية، ما بيخضع لعلاجات بتنزل المناعة مثل اللي عملوا زرع للكلى او زرع لاي شيء بالاعضاء، لانه بيكونوا كمان تحت علاجات بتقلل المناعة. أو غير هذه كل الأسباب، إذا حدا ما عنده كل هذه المشاكل بنلاقي عم يكون شديدة الإصابة، لأن البيئة اللي نحن عايشين فيها أستاذ أندري، وهذا مهم كتير كل الناس والمستمعين والمعنيين ينتبهوا له، نحن عنا بيئة بالحقيقة سيئة كتير، بيئة ملوثة. بيئة ملوثة. قبل ما انتقل للبيئة الملوثة اللي بترك لك حيز كبير، بدي انهي مع كورونا. بنسمع سمعيات انه كورونا، عصر كورونا خلص، منظمة الصحة الدولية خلص رفعوا الحظر عالميا، على الارض زادت الاعداد، ما زادت الاعداد، الانفلات سيد الموقف، في ناس معه كورونا ما عم تفحص بقى، ما عم تعمل PCR، عم تعدي بعضها. على الارض حاليا كيف الوضع؟ وين كورونا صار؟ ما بدي الارقام تبع او البيانات تبع المنظمات الصحه العالميه. على الارض أنا بشكل عملي على الارض، ونحن طبعا من المؤسسات المستشفيات اللي كان فيها مركز كتير كبير، كان فيه مركز كبير 45 سرير كورونا، يعني وكان مستشفى نبطية حوالي 35 سرير يعني ICU كانوا عندي للكوفيد 19. بعده موجود، في خفف طبعا العدد، يعني حفظنا هلا على حوالي 7-8 أسرة بس، يعني فيهم 4 عناية وهذا عاديين، ومستقبلا يعني بعتقد خلال هول الشهرين بنخلص بنشيلهم، يعني كمان مش بنشيلهم ما اش فيه كورونا خلص، صارت فيروس من هالالاف الفيروس خلص صارت موجودة، لا تؤذي مثل ما كان، لا تؤذي يعني خفت خفت أذيتها بتأذي ايه خفت، يعني بتأذي مثل الفيروسات التانية اللي كنا عم نحكي عنها اللي بتعمل أعراض تنفسية. صارت جريب عادي، نعتبرها جريب عادي ولا أكتر من الجريب؟ يعني هي أو حسب حالة بحالتها. الكوفيد 19 هو من أول ما بلشت بالحقيقة كان في شيء مثل الجريب العادي، كان في شيء أخف من الجريب العادي ما تبين أبدا حتى، وكان في شيء بيموت، ماتت ناس، يعني شفنا ناس قديش كان في وفيات، وهذه حقيقة يعني أوقات لأنه بعض الأشخاص المعنيين أو غير المعنيين بيحكوا عن أنه اختلاق هذا الموضوع او شيء، سواء كان بمختبر او غير مختبر، بس كان موجود، وكانت البانديميك بكل العالم احنا اشتغلنا معه، ونحن قدامنا كان في ناس يمكن قرايب واحبه واصدقاء توفوا كمان، يعني لانه كانوا مصابين بالكورونا، مش شيء وهمي ابدا، كانت موجوده، في ناس ماتوا، في ناس ما صار لهم شيء من العدوى. اليوم اغلب الاصابات اللي عم تجي عم تكون خفيفه، الا اللي عندهم أمراض مزمنة وأصيبوا بالكورونا. هذا لا يعني إنه الكورونا هو هلا عم يتعامل، لو هلا هني عم ينصابوا بفيروس عادي كمان كانوا حيعملوا نفس الشيء. سو هي هلا بالمرحلة اللي نحن فيها، يعني عصر الكورونا خلصنا. صار فيروس موجود خلص، الكورونا كان موجود فيروس،
هو موجود الكورونا الكورونا كفيروس هو موجود في عدد الفيروسات التاجية كتيرة. كورونا يعني من التاج الشكل البلد. فالفيروسات التاجية هي كتير موجودة. هذا واحد من الأنواع تاعولا اللي هو الكوفيد 19 اللي بيّن بال 19 بآخر 19. سو هلأ صار عمليا موجود بي سي آر عملني إيه؟ نعمل رابيد تيست او بنعمل بي سي ار عادي عم يطلع بوزيتيف وعم بيكون اعراض خفيفه مثل الفلو مثل الهدا اكثر شوي اقل شوي حتى وبيقطعوا. في بعض الناس عم تكون قويه لان اذا عندهم مشاكل حقيقه مزمنه وانما الاعراض اللي كانت تجي باثناء الاصابه العاديه خلصت. هلا نحن رايحين بس حجر فتره طويله ما كتير بده يعمل وقايه يعمل وقايه ابتعاد شوي مش نفس المعايير اللي كانت موجوده هذه خلصنا. انا دكتور من الاشخاص اللي مر علي كورونا سريريا ما كان في عوارض نفسيا ما حدس ولا حرج شو صار معي. وفي ناس مثل ما كنت تصديق انا كلام لحضرتك عم تقول في ناس زادت عندها حده العوارض وكل هالتفاصيل. عم نحمل كورونا كتير قصص، عم ننسى كتير على كورونا، عم نرشح ما عم نصح على كورونا، بطننا عم يجانا حق كورونا، ذاكرتنا انضربت حق كورونا. مزبوط يعني هالقد عم نحملها ولا عم نزيد عليها لكورونا؟ ونحكى كتير كمان عن الفاكسين انه الفاكسين عم بيسبب بقصص وقصص وقصص وعم يضرب الذاكرة وخلافه وخلافه. هيك تنحط نقطة لهالموضوع أخيرة. أوكي. هلأ حتى بس ننهي الشيء اللي كنا مكملين فيه. سو نحن رايحين خلص كورونا فيروس عادي بنحط له بالمستشفيات غرف عزل لما بيكون حدا عنده كوفيد مشان الاشياء القانونيه او اللي بيكونوا معزولين بس بتعامل معه مثل اي حدا بحاجه لعزل اذا منصاب باي شيء مرض بيعدي يعني اي فيروس او اي جرثومه ممكن تعدي المرضى التانيين او هذا فبنعمل له الاجراءات اللي لازم يلي هي بيعزله ضمن المستشفى ما في داعي لقصم وتفرغ كبير وكورونا هذا خلاص. وحتى يعني قانونيا منظمه الصحه وكل منظمه دوليه اعلنت هذا الموضوع. هي بالنسبه للفيروس بحد ذاته. هلا مسؤوليه الكوفيد 19 او الكورونا طبعا 3 سنين 4 سنين كانوا طوال يعني اليوم في لها تداعيات نفسيه ولها تداعيات حتى صحيه وأداء أثار اجتماعية واقتصادية. طبعا العالم تغير كتير بعد الكورونا إذا بتشوف موضوع الاقتصادي موضوع طرق العمل كمان يعني اليوم مصانع معامل شركات لأنه بهذه الفترة كان في حاجة العمل عن بعد العمل عن بعد يعني في كتير أدت على تأثيرات النفسية. هلأ نحن يعني أنا برأيي قبل بدك تاخد فترة 10 سنين لحتى الدراسات الحقيقية والنتائج الحقيقية النهائية للكورونا تبين بشكل كبير. عم ينشغل عليهم تداعيات على موضوع الجلطات الدم تخثر الدم على موضوع الإصابات بالعضلة القلبية. طبعا هودي صارت مثبتة يعني أنه موجودة بس حتى تتركز أكثر بدراسات تظهر أنه هيك بصير يعني بقتها بيكون في إصابة بشكل نهائي أنه هذا الأشياء اللي بتحصل نتيجة للكورونا. هلأ الذاكرة هلا بلبنان نحن كلنا بصراحه كثير بنسمعها من كثير اشخاص مننا كلنا ومن اصدقاء ومن ناس. هلا انه موضوع نسيان الاسماء الارقام هذه المحطات. هلا هون موضوع الذاكره قديش هالميموري عم تحمل معلومات خصوصا اللي بيتعاطوا بشان عام او اللي عندهم كثير بتساعد الميموار. هلا وقت اللي هذا ستريس اللي عم بينعاش فيه بالبلد هذه الحياة اللي عشناها هذه الأربع سنين اللي كانت تحت كلها الضغوطات النفسية أمور كتيرة ممكن تؤدي لتعب فكري أو لتعب بالذاكرة. هلأ موضوع الفاكسين والكورونا أكيد أنا ما عم بقول إنه ما له خصة يمكن بمحل معين مسؤول بس بدك نتائج علمية يعني ناتجة عن دراسات حقيقية بيقوم فيها علماء خبراء أساسيين إذا كان في له تأثير حقيقي. هلأ كتير من الناس عم بتقول هذا هو الفاكسين اللي كان له هذا التأثير. ممكن ما فينا ننفي هذا الموضوع بس كمان بدك إثبات ما فينا نأكده أنه نقول هذا السبب هو الفاكسين. هلأ الفاكسين
كان في عدة أنواع من الفاكسينات، يعني أكثر بيروحوا على الفاكسين تاع فايزر اللي هو لأنه طريقته هي كانت جديدة، أما الفاكسينات الثانية ما بعتقد يكون إلا لأنه هي بتشبه الفاكسينات اللي احنا عادة بنعملها بحياتنا اللي مرقت على الفيروسات الثانية. والوقاية من الفيروسات يعني تنحكي عن العلاج أو الوقاية، لأن الوقاية هي ما في وقاية، هي أنك أنت تعمل تبعد عن مصدر العدوى والفاكسين حتى تحمي حالك من العدوى. ما في غير حل هني هولي. هلا قداش هذا الفاكسين بالتحديد كان له أثار؟ العمين حكى، في ناس كتير حكيوا عن أضرار معينة للفاكسين، بس ما في شيء طلع لهلا إنه مثبت علميا من مراكز مراقبة دولية وعالمية وصادرة رسميا. لأنه نحن وقت بنحكي علميا نحكي المعلومات اللي بتصدر عن الدراسات وعن الكتب بشكل رسمي، مثل ما ناخدها بالميدسين مثل أي مرض بده يصدر، ما في حدا يخبي هذه الأشياء. يعني اليوم هذا علم، ما في سياسة، ما في شيء إنه حتى بالدواء أوقات في حدا له مصلحة يشهر دواء ينزل دواء، موضوع تاني. بس بموضوع الدراسات عن المرض بده يظهر دراسات شو هي، شو تأثيراتها الفاكسين، شو هو شو تأثيراته. لأن احنا حتى أي دواء بناخده أو أي فاكسين بناخده بيكون في سايد افكت بنحكي عنه. سو فينا نقول بكرة والله هذا الفاكسين إذا بيّن بالدراسات إنه هذا ناتج عن انه بيؤدي لانه شوي ضعف بالميموري او شيء، فينا نقول انه هذا الفاكسين بيحمي من 1-2-3 بموضوع الانفكشن، بس بيعمل سايد افكت اللي هي ممكن نقص بالذاكره او نقص اذا كان اثبت هذا الموضوع انه هذا. فنحن بدنا ننطر لتصدر دراسات علميه حقيقيه تثبت كل الادعاءات بالتريتمون بالعلاجات. اذا بدنا نشوف نفوت على موضوع النهايه هو علاج الاعراض، يعني في حرارة، في تعب جسم، في هذا، وتقوية الجهاز المناعي بالفيتامينز بشكل عام وبالأكل الفيتامين دي قدامهم. يعني في ناس بتقول لازم تاخده مرة بالجمعة، في فيتامين. ناس الفيتامين دي اللي بيساعد على تقوية المناعة، تقوية الجسم، العظم، المناعة كله. في ناس بيقولوا إذا كان السائل حتى يمكن لازم مرة بالشهر كلهم هودي. هلا أكيد فيتامين دي في فحص الفيتامين دي بالجسم، اذا حتى عنده نقص بالفيتامين دي بده ياخذ الفيتامين دي حسب نقص. بس عندنا دكتور بلبنان، عندنا بلبنان كل عنا بياخذ فيتامين دي بمنطقتنا على صحه السلامه بمنطقتنا 90% يمكن من الاشخاص بناخذ بتعمل لهم تيست فحص هذا بيطلع فيه نقص بالفيتامين دي. سو بحاجه ناخده، بحاجه ناخده، بس ما نعرف قديش بدنا ناخذ. فينا ناخذ أبر الشرب هودين لان اسرع من الحبوب بصراحه، سو يمكن مره بالشهر او مره كل 3 اشهر حسب قديش عنده نقص. حسب الشخص قديش عنده، يعني قديش قديش النقص. يعني بس دكتور انت بتعرف نحن جارتنا بتاخده بناخده، جارنا بياخده بناخده، بنت خيي بتقول لي اعمل هيك، بنت اختي خيي، يعني نحن عاده بالبيئه اللبنانيه بنعمل الفحص اذا حد النورمال ما في داعي ناخذ شيء حبوب. اذا عن تحت النورمال بكتير، يعني اذا في وضع اذا كتير صعب ممكن ناخذ ابره شرب بس ضروري بدك تكون وصفه حكيم. هودي الجاره قالت والجار قال لي ما الفيتامين فينا ناخذهم. الفيتامينز بصراحه ما لنا مشكله كبيره، فينا ناخذهم، ما لازم ناخذ زياده حتى ما نعمل تراكمات مش مستحبه، بس فينا ناخذ، مش ضروري نروح عند يعني اذا بشكل طبيعي ونحن اجسادنا طبيعيه عم ناخذ فيتامينز بناخذهم. مثلا بامريكا بيشترون بالسوبر ماركت بيحطون، مش بصيدليات حتى كمان. بيروح بيجيبون الفيتامينز ومعودين بيجيبون بالعلب الكبيره، بياخذوا بحبوا وبياخذوا فيتامينز كتير، فمش مشكله كبيره انه ناخذ الفيتامين بشكل دوري، بس يكون عندنا شويه فكره، يعني ما ناخذ نعمل ابيوز باستعماله للفيتامين. فالمناعه مهمه، نقوي مناعتنا عبر الفيتامينات مشان نحارب الفيروس. جسمنا هو بده يحاربه، قد ايش جسمنا قوي، قد ايش بيطرده بسرعه اكثر. وفي مضادات للانتي فايروس اللي هن عائله السيكلوفير، الاسيكلوفير وغيرهم، بحالات معينه بيستعملوا، يعني بحالات معينه. نعم. نوصل للموضوع الاهم واللي انت وانا عبالنا نحكي فيه، التلوث اللي عايشين فيه بلبنان قديش عم بيساهم بانتشار الفيروسات وبضرب المناعه وبضرب الجهاز الهضمي، جايين نفايات، بيئه ملوثه عن امها وابوها،
دواخين شركات الكهرباء وعد والحقني. هذا الموضوع قديش هو عم بيكون سلبي بصحة الإنسان بلبنان؟ هي موضوع من أساسي بالصحة وبأي نظام صحي، بالنظام الصحي موضوع أساسي. احنا عادة بالإعلام أو حتى بالحياة العادية أو بالتعاطي العادي، إن كان على المستوى السياسي أو الإداري، موضوع الصحة بناخده أنه هذا مريض شو بنعالجه، هم فتحنا مستشفى دخلنا مريض تغطيه الوزارة ولا ضمان مأمن يعني أو مش مأمن. مأمن أو مش مأمن. هذا هو النظام الصحي، هو أكبر من هيك وأوسع، بيقفل له أعمدة أربعة أساسية. طبعا التغطية الصحية اللي عم نحكي عنها هي واحد، هي واحد رابع عمود، مش من الأول، مش الأول. الأوائل هي حياتنا الشخصية، كيف عايشينا، نظامنا الحياتي. واحد من الأشياء الأساسية الثانية الكبيرة هو البيئة. البيئة عامل أساسي بأي نظام صحي. يعني قداش عندك بيئة سليمة، قداش عندك نظام صحي متين وقوي. فالبيئة هي أساسية بأي نظام صحي بنعمله. لما نحن بنكون عاملين نظام في حفاظ على البيئة بشكل كبير، بيكون في عنا أقل إصابات بالأمراض. عشان هيك الدول بتصرف أموال طائلة لحتى تحافظ على البيئة. الدول بتصرف مثلا، دول واسعة مثل إيطاليا أو ألمانيا أو غيرها اللي عندها مساحات شاسعة أو عندها بحور ومحيطات حواليها، إذا عندها بعض الأدوية اللي هي ممكن تكون مسرطنة، بيحملوها من آخر الدنيا ومستعدين يبيعوها بملايين الدولارات، يكبوها بدول العالم الثالث، دول العالم معينة، مع أنه هن عندهم أراضي ممكن أوسع بكتير لحتى يخففوا قديش، لأن هن بيعرفوا قدي مسؤولية البيئة على الأمراض وقديش مسؤوليتها على مستقبل هذا الموضوع. حتى ماليا اللي بيدفعوه هن بيكونوا عم بيوفروا على خزينتهم، لأن إذا بدون يحكموا هذه الناس على الطباب. اليوم نحن عايشين ببيئة كومبليتلي منا سليم، يعني اليوم مهترية على مستوى نفس الهواء، على مستوى المي، وعلى مستوى الغذاء، كلها مش منيحة. ما في حدا نعتذر من المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع انه ما في حدا، او هني منهم قادرين، دولة منهارة، ما في اجهزة معينة، او مش فاضيين يشتغلوا سياسة، او مش فاضيين، او انه والله ما في حدا يفرض القانون. عنا قوانين حلوة بس بدك حدا يطبقهم. طلع اليوم انت قانون، طلع مرسوم، طلع، بس بتحدد بده يروح يطبقه على الابره بالتطبيق. اليوم عندك انت مثلا، اذا بدك تشوف انت موضوع تلوث الهواء، موضوع تلوث الهواء، انت بتعرف باوروبا عم يشتغلوا بال 2030 انه بعد شوي انه ما في سيارات تمشي على البنزين. مع العلم عندهم هذا المصفي اللي بيحطوه بكل سياره، الفلتر عم واصلين لهون انه حتى هيدي النسبه القليله اللي بتطلع من السياره هي بتشكل ضرر. نحن شو عندك؟ الميزوت، عندك الموتورات اللي اليوم بين البيوت والبنايات، يعني كل بيت صار فيه موتور جنريتر بتضوي وغبرتها ودخانها بفوت على البيوت، غير المصانع، غير السيارات، غير الحياة الاجتماعية، المطاعبنا اللي هي ما في ولا أي كنترول عليها، لا إذا دخنت ولا إذا في قانون بالمملكة، في قانون منع التدخين بالمطاعم ومرع الأرجيلة، ولكن ما في ولا قهوة ولا مطعم، ما بيشتغل، ما بيشتغل. إيه بقول لك أنا إذا طبقت القانون ما بيشتغل، لأنه بدك تطبقه عليه، بدك تطبقه على غيره. ما فيك هوني هدا مطبق القانون وفاضي جوا وحد منه زميله ومزبط حاله، ما حدا بيجي بيمنعه، كلهم عم بيأرجلوا، كل زبونات رح تقعد هونيك. هلا بتسلي هي بس انه كله فكل هيدا بقول لك زاوية للمدخنين وزاوية لغير المدخنين، بعيدة مترين عن بعض، ما في زاوية، بده يكون برا، بده يكون بالهواء الطلق، هي موضوع تاني خلص. جوا سقف ما لنا ركبة ابدا. فهذا التلوث اللي على مستوى الهواء هذا كتير اساسي، هذا كتير عم بيأسس. نحن اليوم لما بنروح بنشوف دراسات اللي موجودة بمراكز السرطان، ونحن عنا أحد المراكز للسرطان للأمراض السرطانية، في أعداد كتير كبيرة بأمراض السرطان، ازدادت بشكل كتير كبير وبأعمار صغيرة جديدة. وما كنت بتظن أنت هذا المريض عمره تحت الأربعين أو تحت، أنه أوكي بتصير في حالات كانت استثناءات تعتبر، بس انه اذا بتشوف لك حدا عنده كانسر باللانج بعمر 30 او عمر 5 اليوم في
في يعني بتلاقي مثلا الليمفوم بعمر معين، بس بتلاقي كانسر لانه بعد وقت طويل من التعرض للملوثات ممكن ينصاب فيه اذا حدا مدخن بعمر كبير، بس عم تيجي تلقطهم باعمار كثير صغيره. هذا سبب لانه عم تراكم كل هذا التلوث وكل هذا المسرطنات عم تدخل على نفسنا وعم تدخل على اجسامنا. بالاكل كمان ما في حدث ولا حرج بموضوع الاكل وكثير في عدوى، بالاشياء اللي بتشربها، بالاشياء اللي بتاكلها، يعني العدوى اللي بتعمل جاسترو انترايتس شويه اسهال او استفراغ، اوكي بتنيمك يومين او يوم بالبيت او بتضايقك تعمل دياريا عليهم، بس في اشياء اللي موجوده بالتركيبات وبحفظ الادويه بحفظ المأكولات والمشروبات وغيرها، هولي ما بعرف قد في عليهم عدد. بحرنا كمان مشكلة كبيرة اللي عم ينكب البحر، هذا واحدة من الاشياء. كل البحر ملوث بلبنان ولا في مناطق هلا يعني في مناطق ما بيندعس فيها، في مناطق نظيفة بدون عمل مهيمنين عليها. بحرنا قصير يعني صغير وصغير، يعني ممكن منطقة تأثر على الثانية، حتى وإن كان يعني المنطقة هذه محفوظة ما بينكب فيها مباشرة، بس بضل يوصلها. بس بكل الأحوال فيك هلا يمكن يطلع دراسة بهالأسبوع بيروت، بحر بيروت تحديدا شو وضعه؟ ما منيح، مش نخوف الشباب اللي بينزلوا أصلا. إذا في سام بلاش نقدر ننزل عليه، إذا موجود البحر ببيروت ما منيح، بجنوب في مناطق بجنوب منيحة كتير، يعني تحديدا منطقة صور للناقورة، حتى مناطق تانية أرام بمنطقة الشمال كمان في مناطق بيّنت أنه منيحة. هذه عن دراسة السنة الماضية، السنة هلأ حتصدر الدراسة ببين العينات وان بس المناطق أكثر منطقة ملوثة هي شوف هي عفوا بيروت يعني بيروت الكبرى، يعني بيروت الكبرى. طيب شو ممكن نلقط من البحر أمراض؟ يعني نزلنا على البحر، الناس ما فيها تفوت 30 40 دولار على البيسين، بدها تاخذ اولادها يروحوا على البحر موسم صيف، واولادي مثل اولاد غيري، هيدي عم تاخذ اولادها انا بتاخذ اولادي، اخذناهم على السان بلاش على بيروت، بشو بنرجع؟ بشو ممكن نرجع؟ هلا بالبحر في ممكن يكون بعض البكتيريا اللي هي ممكن تكون ناتجه عن التلوث بالمجارير، يلي هي بتعمل اسهالات او بتعمل ممكن من خلال بلع ميه البحر تفوت على الجهاز الهضمي، حكمه على الجهاز الهضمي بعض الفطريات والى اخره. هلا هول اللي اذا بدك سهلين بالحياه العاديه، يعني هول بيعملوا ضرر اني اوكي ضرر مش لازم يصير، بتعمل لك حراره، بتعمل حمى، بتعمل اي مشاكل معينه لفتره يومين ثلاثه اسبوع بتخلص، بس الاشياء المواد الكيميائية يلي هي ممكن تكون ملوثة البحر، يلي هيدي كل شيء عم ينكب البحر. دكتور كل شيء عم ينكب البحر هلا بظن هيك، ما في لا حسيب ولا رقيب ولا ممنوع ولا حدا يجي يمنع ولا حدا يجي رائب، بس من عم بشوفها ايضا ما بعرف، بس هذه الاشياء هذه المواد اللي ممكن تنكب، اللي ممكن يكون او احيانا ادويه خلصت انتهت مدتها، او يكون بعض المساحيق المعينه او المواد الكيميائيه المعينه، هيدي يلي هي تاثيرها، يلي تاثيرها اللي هو هلا ما ببين بتنزل ما في شيء. البيسينات بس افضل ولا لا؟ هلا البيسينات مفروض يكونوا افضل، مفروض بالتعقيم بالكلور يكونوا الكلور مفروض يكونوا افضل. طبعا ميه البحر منيحه، الى فوائد بشكل عام، تركيبه الماء اذا كان البحر صافي نظيفه، السباحه فيها فيها متعه اكثر ولذه اكثر، تعرض يعني بطريقه معينه للشمس واثناء السباحه، طريقه يعني الاستمتاع بميه البحر وبالبحر بالتحديد له لذته. يعني هلا بالاخر البسين بينزل بتسبح شوي مي عاديه، طبعا في قد ايه لازم تتكرر؟ ما عندي فكره قد ايه هن يعني بيكرروها بشكل لازم، بحطوا نسبه كلور معينه، هلا يمكن عم بزيدوا حسب نسبه الكلور خصوصا بالبسينات اللي هي في عليها كثافه، حتى يزيدوا التعقيم، يعني تعقيم يعني الـ يكون اكثر البسين اكثر محمي، يعني اكثر من ببعض البكتيريا او بعض الاشياء اللي هي بدي روح عند الاولاد الصغار. كمان في فيروسات معينه صرنا عم نشوفها
عم تضربوا اولاد صغار، عم بيطلع لهم حبوب، دياري، استفراغ حراره، كمان شو هلا هود الفيروسات هن فيروسات موجوده دائما كانت مثل ما قلنا بالبدايه، هن هول الفيروسات موجودين بس ما كانوا يمكن بلقد او هلا بعضهم منهم اكثر، بس بيعملوا رعش، بيعملوا على الايدين، بيعملوا على الاجرين، على تحت الاجر. غالبا هودي نوع من الفيروسات بيترافقوا بحراره وبارتفاع بالحراره بيعدوا. وتعب بالجسم بيعدوا، الفيروس كله بيعدي اي. في فيروسات نحن معودين عليهم مثل الهيربس اللي بيطلع وغيرهم، هودي يعني العدوى بسيطة وهن متعايشين معنا أوقات بمحل معين. قدي الولد أخطر من الكبير إنه يلقط فيروس؟ الولد الخطر الفيروس بالولاد، لأنه المدارس تحديدا والاختلاط اللي بيكون عند الولاد خصوصا بالفيروس التنفسية، بالرزاز عند العطس، بيقربوا لبعضهم يعني مضافة وأجسامهم، بس أجسام الأطفال عادة محمية أكتر، مناعتهم منيحة الأطفال، يعني بيعمل فلو يعني وقت قليل، إلا إذا لقط فيروس من هودي الشوي القاسيين أكتر بيطول أكتر. بس عادة الفيروسات بشكل عام اللي أكتر أنواع العدوى بالطب هن الفيروسات يلي بيصيبونا. طبعا غير فيروسات تنفسية عنا فيروسات بتصيب الجهاز الهضمي، الكبد، الهيباتايتس، هودي كلهم فيروسات. كمان انتشارهم هل قد واسع ولا لا انتشارهم قد يعني؟ الانتشار لا، في عدد كبير بالالتهاب الكبد الوبائي، يعني اللي هن بالفيروس اللي هو عندك مختلف نوعيه، يعني الهيباتايتس اي يعني هذا بيجي من الخروج، يعني من الستول، يعني اللي بيعمل التهاب. الثاني البي والسي هو بيجوا عبر الدم او عبر سوائل الجسم، يعني سبيرم او هذا، هودي بهذه الطريقه، وهودي بيصيروا كرونيك، يعني بيصيروا مزمنين وبيقعدوا بالجسم وبيؤدوا ل تلف او اصابات بالكبد. فإلهم العلاجات هلا موجوده صارت، وإلهم وقايه كمان نعملها، يعني من اول ما يخلقوا بياخذوا الفاكسين حتى ما ينصابوا فيهم. هو كنا نشوفهم كتير خصوصا وقت اللي كانوا نعطي دم قبل ما يكون فيه كمان فترة تلق، بس كله صار عم ينعمل ينفحص طبعا، وتشوف اذا اللي عم المتبرع اذا عنده مشكلة اذا حامل الفيروس، لانه هذه من خطورتها اوقات بيكون حدا حامل الفيروس وما عنده اي اعراض. ممكن المرأة الحامل تنقل فيروس معين من الفيروسات اللي بنحكي عنهم للجنين ولا لا؟ هيدي نادرة وصعبة كتير. لا بصير بأي حالات؟ بصير بكتير من الحالات الفيروس بيقطع بيقطع للجنين. شو قصة الحساسية دكتور؟ كمان هالحساسية اللي ما عم تعرف تخلص، اللي عم بتصيب الناس ما عم تعرف تخلص، كانوا بالماضي أسرع الحساسية تكون. related مع الأشياء اللي كنا عم نحكي فيها بموضوع التلوث ضعف هذا كله بيأثر، بيضعف لنا يعني الأعضاء اللي عنا تنفسية، الجهاز التنفسي عم يضعف، الرياكشن تاعيته ما عم يعني ما تكون عم يكون قاسي بالنسبة، والمواد اللي موجودة بالهواء مواد الملوث كتيرة، هود جسمنا بياخدها بيعتبرها كأجسام غريبة عليه. سو لما أنت تعرض إلى شو الحساسية؟ الحساسية هي نوع من الفيروس كمان؟ لا، الحساسية في أشياء ممكن تكون بالهواء، بس بيكون عنده الشخص ردة فعل عنيفة أقوى من اللازم. يعني بيكون عنده ردة الفعل الرياكشن تاع الجسم تيحارب هالأشياء الغريبة اللي بتفوت لعنده بتكون قوية. يعني اليوم إذا اتشردق بحدا بشي فات على الجهاز التنفسي، أو أخذ مثلا دخان أو أرجيلة أو أي شيء بكمية كبيرة فاتت على الرواية، بصير في ردة فعل قوية من الرئة حتى تتخلص وتتظهر هالأشياء. سو بالحساسية بشكل عام، أي حساسية كانت على الجلد أو إذا كان بالأنف أو إذا كان بالرئة أو بأي محل، هي عبارة عن ردة فعل عنيفة من الجسم تجاه هذا الجسم الغريب اللي عم يتعرف عليه لأول مرة.
تعرف عليه بلاقيه هذا جسم غريب. صار الجسم بيعمل رياكشن قوية. هذه هي من يعني إبر سنسبيليتي، يعني حساسية سنسبيليتي زايدة يعني على الجسم الغريب اللي هو عم بيجي يفوت على عنده. سو هذا لما في بالهواء في اشياء او بالاكل حتى اشياء مش طبيعية، جسمنا عم بيتعرف عليها كأجسام غريبة، اما يكون في عنده تحسس تجاهها وعم يصير عنده ردة، هذا ردة الفعل اللي يعني اذا بدنا الوقاية الاكيدة على الموضوع هي النظافة، الابتعاد عن الرزاز حدا اذا حدا معه فيروس، هو النظام التباعد، النظافة والتباعد، نظام التباعد الجزئي. هلا نحن خلصنا، ما بدناش الناس بعيدة عن بعضها، بس انه بده يكون في انتباه وحماية ونظام بيئي سليم. طبعا هذا أسسه بتوضعه دولة عندها قدراتها عندها إمكانياتها، أصعيد فردي تفرض النظافة، أصعيد فردي يكون النظافة قد ما كان. إذا هو معرض بالمجتمع معرضين بالمجتمع لأشياء مفروضة أن احنا ناخدها، ما فينا نعمل شيء، بس نكون بحياتنا الشخصية نحاول نحنا نخفف هذا نخفف هذا يعني الإصابات أو نخفف هذا التعرض لها. بموضوع الفيروسات يعني هودي كمان اللي حكينا عنه بالأول، مرحلة الكورونا هذا التباعد والوقاية قداش كان له تأثيره، والانتباه يعني لألون وتقوية الجسم ومناعة الجسم مثل ما لازم بالرياضة بالأكل السليم. أهم شيء الانتباه بالنتيجة طبعا. كل هذا بتعالج بشوية انتباه. دكتور حسن وزني مدير مستشفى النبطية الحكومي، أنا تشرفت بحضورك معنا اليوم بحلقة كلينيك. شكرا كثير لك، ولهون نكون وصلنا لختام حلقة كلينيك لليوم، حتى نلتقي من جديد، تضلوا بخير. Thank you.